في مقطع سابق جنرال تيرمز طبعا قبل ما نبدأ بموضوع الفلتريشن والكلاريفيكيشن هناك مصطلحات يحتاج الطالب بكلية الصيدلة يعرف شنو معناتها وشنو الفرق بيناتها فالكلاريفيكيشن هو عنوان عام اللي هي البروسيس اللي هي تتضمن ريموفر اوف اور اوف سوليد فروم ليكويد اي عمليه سبريشن فور ذا سوليد فروم ا ليكويد او fluid فروم another fluid هي تمثل عمليه clarification، من يعني خلالها راح نوصل الى clarified liquid طبعا فتختلف جزئيا clarification عن الفلترشن، يعني ان كلاريفيكيشن clarification راح يكون بعنوان عام اقرب من عمليه removal او separation، اي عمليه فصل إنها تفصل بها solid عن liquid او تفصل fluid عن fluid، لان قد يكون هناك غير الفلترشن سنترفيجيشن يعطيني separation. لهذا إنه نقول (Clarification) هو عنوان أعم من (Filtration) أو عنوان السنترفيجيشن فالترم Term Fluid هنا من يقولون (Fluid from another fluid) encompasses both liquids and gases مثل ما تحدثنا حتى بال آآ أن من يقولون إن (Fluid) أحياناً قد يعنون بالحالة السائلة والحالة الغازية في الجانب الصدراني باعتبار أنه يشابهون من ناحية (Flow Properties). Clarification أنا مود نحصله نحتاج إلى أكثر من طريقة. أنا مود نحصل عملية Removal ونفصل الصالد أو Fluid from Fluid. قد نحتاج إلى Filtration and Centrifugation Technique. كل أو Centrifugation هو Clarification. لكن مو كل Clarification هو يمثل Filtration. Filtration كان التعريف أو كتكنيك هو ما ريكوايرد to remove فتقريبا أن هنا نقول الـ targeted media أو liquids اللي يتعاملوا إياها أو الـ product الفتراتيشن يتعامل مع نقول liquid product from يعني solid from the liquid أو solid from air يكون أشي أقرب للعمليات الفتراتيشن mainly required mainly يعني مو absolutely لكنه mainly أنه remove unwanted solid particles from a liquid product أو solid particles from The air. هذا يكون التكنيك هذا التكنيك تكنيك هو يكون بين قوسين centrifugation تعمل مع يعني سبريت فلود فروم انذر فلود مو قلنا احنا كلاريفيكيشن ايش من from سوليد فروم ليكويد او فلود فروم, فروم, كأنه فروم, أو فروم فلود فروم ذا هذا كانه filtration. ليكويد فروم فلود او فروم ذا فلود فروم فلود يعني معنى حسب نوع الفلود غاز او او فهنا راح يكون عندنا العملية أشبه بالسنترفيكيشن أو أحيانا السنترفيكيشن يستخدم فور ذا كولكشن يعني مو لغرض السباريشن هنا احنا نريد الجزء من هذا البرودكت هو يكون بسوليد وهو الـ هو الديزايرد هو المطلوب مو ان وونتد يكون وونتد فكولكت ذا سوليد از برودكت برودكت اللي هو انتندد فهذه معنات هذه المصطلحات الفروقات بيناتها بين الفلتريشن والسنترفيكيشن والكلاريفيكيشن فакذلك الفلتراسين نقدر نعرفها إنها البروسيس in which particles are separated from the liquid by passing the liquid through impermeable membrane أو مادّية وهذه طبعا هذه الصفة ما موجودة بالستيرفICATION ما عندها هذه الصفة إنه passing for the liquid خلال membrane معين أو مادّية وعلى ضوّه راح يسردنا أكثر من حالة وهذا المبرين impermeable هو يكو يكون porous مادّية عدا القدرة to separate particles from the liquid passing through it Uh, and is known as a filter. يعني yani هذا الميديا اللي هي مسؤولة عن عملية الفصل هي يسمونها a filter أو يسمونها فلتر ميديا مصطلحات أخرى liquid to be filtered filtered يسمونها influent or salary. الميديا أو الميمبرين نسميه filter أو فلتر ميديا الجزء اللي راح يعبر بعد عملية الفصل يسمونه filtered or influent. الجزء المتبقي اللي هو removed or retained above الفلتر ميديا يسمونه residue او ريتين سوليد، وهذا قد اذا كان كميته كبيره قد يكون طبقات، وهاي الطبقات قد يسمونها كيك، والكيك هو اللي هي سيرفيس سوليد نفسها عندها قدره انه قد تغير نقول من معايير الفلتريشن، قد تدفع باتجاه زياده الافشنسي اوف ذا انه حتى البارتكلز الاقل سايز uh, لا اقل من الفلتر ميديا قد بي ويل بي ريتين باعتبار راح يزيد الثكنس. <تسجيل> مالت البارير الـ الـ حتى البارتيكلز السايز مالته اقل من السايز مالت البورز مالت الفلتر ميديا اللي ما تعبر بالظروف الطبيعيه المفروض يعني العفو ما ول آه يعني باست يعني ما تكون ريتيند هذه ول بي ريتيند بوجود الكيك باعتبار الكيك راح يكون طبقات فوق الفلتر ميديا فراح تتغير البوراسيتي او تتغير الريزستنس باتجاه الليكويد تو بي فلتر فالفلتريشن بشكل عام از يونت او ان which a ميكستشر اوف سوليدز اند يعني هي راح تعبر خلال عمليه الفلتريشن او يكون عبر عنها الفيد او السسبنشن او dispersion او الفلوينت او هذا على الراشيو اوف ذا سسبندد ماتر او السايز اوف ذا سسبندد تكون هاي التسميات مستق... يعني مختلفه لكن عموما كلها هي فورس ثرو ا فورس ميديا بحيث خلال هاي الميديا will بي ديبوزيتد اور entrapped هذا السوليد اللي راح يتجمع ريتيند اون ذا فلتر ار نون از ريزيجو هاي التسميه الاخرى ريزيجو سوليد اذا طبقات يسمونها كيك السوليد فورم ا كيك اون ذا سيرفيس اوف ذا ميديوم اند ذا كلاريفايد ليكويد نون از فلوينت اور filtrate هذا السوليد اللي يتجمع ابوف ذا فلتر ميديوم على السيرفيس مالته قد يكون طبقات مختلفه اللي يعبر عنها الكيك الليكويد اللي يعبر ما راح ينحجز خلال الفلتر ميديا نسميه انفلونت اور filtrate وهذا ديسشارج فروم ذا فلتر If recovery of solid is desired, the process is called cake filtration. قلنا هذا الكيك راح يتكون راح يغير من معايير الفلتريشن راح ي... انه بعض البارتيكلز اللي السايز مالته يكون صغير اصغر من البورز مالت الفلتر ميديا الاصليه هم will be retained. اذا راح يصير فلتريشن اعتمادا على وجود الكيك، مو اعتمادا على فقط على الفلتر ميديا. فهذا الفلتريشن يسمونه cake filteration. الفارسكل ابلكيشن اوف فلتريشن تتضمن طبعا نيوميروس ابلكيشن. مثلاً clarification of a project to remove their uh, to improve their appearance مثلاً أحياناً the appearance reaches sparkle مثلاً بيفد شفافية لمعان uh, brightness فهنا من خلال عملية clarification يعني خلصنا من أي نقول الضبابية خلصنا من البعض من the suspended particles خصوصاً اللي هي visually inspected فأكيد راح يكون the قبل وبعد the clarification يختلف من ناحية the general appearance removal of potential retent أحياناً إنه by the باي the clarification نتخلص من بعض الـ اللي هي المفروض ما تكون موجوده بالفاينل برودكت product، خصوصا بعض المستحضرات الصدانيه الاي eye product تحتاج انه راح ابلاي تو ذا ميكاس ممبرين، فما بيها لازم potential irritant اللي يسبب irritation to the eye. فمن خلال عمليه الـ clarification او الفلترشن بروسيس نقدر نتخلص من عندها. الفلترشن for recovery of desired سوليد materials from suspension or of celery. هنا طبعا في حاله استخدمنا ليكويد uh, يحتوي على كميه كبيره من الفاين بارتيكلز uh, ومع انه يكون السايز اه, يكون مثلا كميته كبيره ومع السايز ما يكون قليل وهنا هي المستهدفه يعني مو الليكويد اللي راح يعبر المستهدف الديبوزيت هو ريت ال فخصوصا في حاله اذا انه في حاله استحصال دراج او Excipient بعض احيانا عمليه تصنيع الدراج او اكسيبيانت تحتاج انه هاي الخطوه إذا كانت مرتبطه بالكريستلايزيشن بروسيس الكريستلايزيشن بروسيس واحده من الطرق اللي نحصل بها كريستلاين كومباوند اللي هو قد يكون ماده فعاله او قد يكون ماده مضافه فبعد عمليه الكريستلايزيشن اللي هي ترسيب نحتاج نفصل الكريستلز عن بقيه السولفنت لانه احنا عمليه الكريستلايزيشن تصير ان بريزنس اوف ديفرنت تايبس اوف سولفنت فيترسب الدرج او الماده المطلوبه على شكل كريستلز فنفصلها خلال عمليه الفلتريشن فالكريستلز راح تتجمع فوق ذا فلتر ميديا والمتبقي من السولفنت يعبر من خلال الفلتر ميديا كذلك التكني الابلكيشن الرابع برودكشن اوف ووتر اوف بروبريتي كواليتي فور فارماسيكال يوز هنا عمليه المعالجه للووتر اللي نحتاجه بعمليه تصنيع الليكويد دوز فورم سواء مثلا الاي في فلويدز السيرابس غيرها. اي مستحضر سائل يحتاج الووتر فيحتاج الى معالجه فتكون عمليه المعالجه التخلص نقول من, من الاملاح التخلص من الكثير من ال Undesired اندزاير بارتيكلز اور سسبندد بارتيكلز هي تكون من خلال الفلتريشن فنحصل مثلا هايلي بروفايد ووتر وهذا راح يكون مفتاح الحصول على ديستلد ال ووتر انه Distillation يحتاج الى بروفايد ووتر افضل ما يكون نتعامل مع التاب ووتر يعني باعتبار انه المتبقي من الاملاح قد تاثر على امر الجهاز امر الجهاز التقطير فعموما حاله الفلتريشن او الكلاريفيكيشن تساعد بعمليه انتاج الانواع المختلفه من الووتر سواء البوريفايد ووتر او ووتر الديستلد ووتر او الدي انايز ووتر الووتر فور كلها تحتاج معالجه من خلال برنسبل اوف فلتريشن Meeting sterility انه اذا في حال استخدمنا فد ممبرين عنده القدره يمنع عبور الميكرو اورجانزم فاكيد هنا راح تكون عندي الليكويد اللي راح ينتج يكون سترايل يحمل مواصفات الاستريتي فهذه ضمن الاسترال فلتريشن او الاسبتيك فلتريشن انه الفلتريشن يساعد بالتخلص من كميه كبيره من الميكرو اورجانيزم يعني يقلل الباي بيردن مالت الميكرو اورجانيزم sterilization of solution and suspension that are chemically or physically unstable under heating condition في حاله الثيرمال sterilization يكون غير يعني ما نقدر نستخدمه for sterilization بعض الانواع من الليكويد اللي تحتوي على uh, تكون chemically or physically unstable بالحراره فسواء هي سوليوشن مباشره راح يكون sterile سوليوشن او الڤييكول المستخدم for the suspension هنا راح يعالجونه من خلال عمليه الاستريلايزيشن فعلى ضوء يكون جاهز for the suspension formulation ديتكشن اوف مايكرو present ايضا كdiagnostic بيربوس purpose انه في حاله وجود انا مثلا سويت عمليه استريلايزيشن باي طريقه من الطرق وأريد أشوف أن هذا الليكويد هل هو استيرال أو نوت يعني أنا مو طريقة الفلتريشن هي المستخدمة للستيرايزيشن الفلتريشن مثلا نقول تولز أو البروسيجر أو تكنيك هو فقط اشتغل أز تكنيك يعني مثلا هو الليكويد صار بتعقيم بطرق ثانية سواء مثلا ثيرمال أو الغاز أو غير طرق فيزيكال أو كيميكال فأريد نعرف هل هذا الليكويد استيرال أو نوت فراح نعبره من خلال ميديا يعني suitable filter وبعدين إنه في حالة إنه خذنا مسحة من above the filter medium فشوف الزرع دليل إنه البكتيريا retained فهذا معناته هذا الليكود بعد ما متخلص من البكتيريا ما واصل مرحلة الاستراتيجية assessment of efficacy of preservative في نفس السياق أحياناً إنه جيب الليكود ونخلي بيه preservative فنشوف preservative يقتل الميكرو اورجانزم اور نوت فنختبر هذا الليكود اللي يحتوي على برزيرفت كذلك من خلال سيتبل فلتر وهم ناخذ مسحه يعني نزرع ونشوف اكو جروث او ماكو ما جروث الميكروورجانيزم. ريسنتلي تكنيك ساتش از هنا صار عندنا نقول ادفانس تكنيك او موديفايد فلتريشن فتحول الى تسميات جديده من خلال تغير البارير المستخدم الفلتر ميديا فمن صارت قدرتها مختلفه على الريتيننج انه ايفن نانو بارتيكلز يسموه نانو فلتريشن الترا فلتريشن كذلك عند صفه انه عنده قدره ريتين صارت ما ما يصير فيها ريتيننج بالفلتريشن التقليدي المايكرو كذلك فهذه عندها القدره انه ريتين السمول بارتيكلز او الكميات الكبيره فبشكل عام هاف بين يوز تو ريكفر سيستم فروم انذر فهذه التكنيكس اللي هي النانو فلتريشن الترا فلتريشن قد تشتغل شغل السنترفيجيشن احيانا احنا مو قلنا السنترفيجيشن احيانا عندها القدره يفصل ليكويد فروم ذا ليكويد فهذا الهدف ما موجود بشكل واضح او مثلا بشكل اساسي بالتكنيك اوف ذا فلتريشن التقليدي فبطرق النانو فلتريشن الالترا فلتريشن المايكرو فلتريشن هذه بامكان تفصل حتى الليكويد فروم ذا ليكويد او مثلا نقول النانو سايز بارتيكلز او كولويدال بارتيكلز فروم ذا انذر ليكويد فالليكور هو ليكويد لكنه يحتوي على نقول ماني تايبز اوف ماتيريالز قد تكون جيلاتينيوس مثلا بروتين وهذه طبيعه السايز ما تكون فيري سمول يعني بالعين المجرده ما نشوفها فمن خلال هذا التكنيك راح يصير في عمليه فصل النانو سايز او الكولويدال سايز بارتيكلز فروم ذا ليكور وهذا الليكور راح يكون فري فروم ذيس suspended particles اللي كنا ما بالعين المجرده فيحتاج لها الى تكنيك او يحتاج الى بارير على مستوى عالي من البوروسيتي يكون مور فاين قياسا مع البارير المستخدم بالفلتريشن التقليدي. Mechanism of filtration for uh, four different mechanisms of filtration according to the way in which the suspended materials is stripped by the filter media. فعندنا حسب الطريقة اللي يصير فيها مثلا نقول حجز للـ, للـ suspended matter فصار عندنا أربع ميكانيزم surface training هذا اللي هو أنه أي particle size مالته أكبر يعني قياساً من size مالت البولز مالت الميتير و will be deposited على الـ surface. و and say there until it is removed وتبقى هناك يعني على above the surface of the filter medium الى ان يصير بها removing فنلاحظ surface تريننج يتعامل مع surface في media يعني تكون thin ويتعامل اغلب الاحيان مع visually inspected particles اللي هي تشاهد بالعين المجرده فالسايز ما تكون large اكبر من البورس فهذه يكون بها ريتيننج above the filter medium فيسمونها في surface تريننج فهنا ال اللي هي اقل بالسايز اكيد راح يكون كلي باس ثرو ذا ميديا، فاذا هنا السيرفس تريننج كميكانيزم ما عندها القدره ريتين البارتيكلز اللي تكون سمول. النوع الاخر ديبث تريننج هنا هم يعتمد يعني طبعا جيفارد باي ذا بارتيكل سايز اور شيب مو فقط السايز كذلك الشيب مؤثر بالس تريننج الميديا المستخدمه تكون ثيك بال ان كومباريزن وذير بور ديميتر يعني او مع النوع السابق تكون سيرفيس، هنا يكون ثيك فلتر ميديم فالبارتكلز اللي موجوده ضمن الليكويد تو بي فلترات مع الليكويد راح تعبر ترافل الونج ذا بور انتل ذا ريتش ا بوينت توصل لنقطه اللي هي وير ذا بورت نارو ناروز داون البورز راح تتغير الدايمتر مالته تتضيق بحيث تكون السايز تو سمول فور ذا بارتكلز السايز مالت البورز تو سمول فور ذا بارتكل تو جو فيمنع البارتكلز تعبر الى مكان ابعد يعني او تعبر الى الطرف الاخر من الفلتر ميديا فتكون ترابت وذن ذا فلتر ميديا فالجيب تريننج هو هم يعني راح يكون نتخلص من البارتكلز السايز مالته اكبر من البورس لكنه وذن ذا فلتر ميديا يعني مو شرط يكون above ذا فلتر ميديا جزء قد يكون مثل هذا اللون الاخضر نانا كانه نقول هاي الميديا هي عباره عن مجموعه من البارتيكلز قسم يكون لارج وقسم يكون فاين فاللارج بارتيكلز اللي هي اكبر مثلا من البورز يعني بشكل واضح راح تنحجز ابوف ذا فلتر ميديا والجزء الاخر من الفاين بارتيكلز اللي هي بامكان تعبر مع الليكويد فتعبر من خلال الشانلز اللي موجوده within ذا ديبث فلتر وهنا راح يكون بها عمليه الريتيننج فالديبث فلتر عنده القدره انه فور ريتيننج اوف ماني سايزز اوف بارتيكلز القسم عنده قد يكون فيجوالي انسبكتد والقسم الاخر نون فيجوالي انسبكتد فاكو اختلاف اذا بالميكانيزم اوف فلتريشن واختلاف بالديبوزيت اللي راح يتربت وذن ذا فلتر ميديا الدبث فلتريشن هنا طبعا البارتكلز بيكمز entrapped كذلك بالدبث اوف ذا ميديا لكن المصطلح صار فلتريشن باعتبار انه يتعامل مع كذلك مع يعني انواع مختلفه من الليكويد حتى اللي تحتوي على قلنا مثلا نون فيجوال انسبكتد بكميات كبيره يعني بالستريننج الكميات تكون اقل صحيح بالسيرفس تكون فيجوال انسبكتد بالدب ستريننج قسم من عندنا فيجوال انسبكتد يعني سايز ما اقل هنا إن أنا بالدب فلتريشن يشابه الدب ستريننج لكن يتعامل مع كميات اكبر وعنده القدره هم ريتين ايفن سمولر بارتكلز ماتش سمولر بارتكلز ويل بي ريتيند ضمن ضمن الدبث فلتر طبعا هنا راح يصير قد يكون عندنا Attachment بين هذه الديبوزيت يعني سوليدز مع Pool وول او انه البارتيكلز اتاتش تو انذر بارتيكلز اللي هي اوريدي هيلد باي ذا مينز اوف اندر فالز اند اذر سيرفيس فورسز اللي هي نسميها انتانجمنت فعمليه الحجز هنا للديبوزيت قد يكون يعتمد على اكثر من طريقه مو فقط الـ بدلاله السايز انه الاكبر هي تنحجز حتى مثلا البارتيكلز قد يصير فيه اتاتشمنت نتيجة وجود مثلا تشارج تشارج ان طبيعه الماده المصنعه للدفلتر تختلف عن الماده المصنعه مثلا بالسيرفس فعندها القدره انه ادزورب او attach قسم من البارتكلز فمن تتجمع تنحجز بها فهذه راح تقلل نقول من نقول من الدايمتر او المسارات اللي من خلالها الليكويد ويل بي باس فتزيد القدره على الريتيننج فنلاحظ بها اكثر من ميكانيزم بدلاله السايز او بدلاله الماندرفالس يصير بها أتاتمنت او نقول عبر عن السيرفس فورسز اللي قد يصير بين البارتيكل الكبيره والبارتيكل اللي تعبر بعدها فهاي البارتيكل بعدها متى تعبر راح تنحجز او نقول اكو فد مقاومه لعمليه العبور مالتها بسبب وجود بارتيكل كبيره قبلها مرت مركزه على البور او على المسار اللي تعبر من خلاله خلال وجودها within the filter media. The كعملية حجز البعض من أنواع بارتيكلز اعتمادا على المسار المتضيق اللي هو بسبب وجود بارتيكل قبلها عبرت فهاي كبيرة ما عبرت بسهولة فنحزه فمتى تجي البارتكل اللي بعدها الاصغر بعدها راح ما تعبر بسهوله بسبب البارتكل الكبيره الموجوده فهاي يسمونها انتالتمنت او نقول اتاتشمنت يصير بين البارتكل الصغيره والبارتكل الكبيره اللي انحزت بشكل مسبق فانا من خلال هذا الرسم يوضح لنا الفرق بين الدف او الدف فلتريشن هو يكون هذا الاتاتشمنت اللي موجود بين البارتكلز ونقول الماتيريال الموجوده ضمن الفلتر ميديا الكيك فلتريشن هنا أنا المعنى مالته انه البارتكلز هي اوف ديفرنت سايزز قسم من عندها راح تتجمع على مثلا على الابوف ذا فلتر ميديا وهذه راح تزيد قدره الفلتر ميديا على الحجز even smaller particles، يعني هنا نقول الكيك بحد ذاته يضيف لك ميكانيزم اضافيه، لانه هو الفلتر ميديا بوحده بدون كيك يعبر لاي بارتيكل اصغر من البور مالتها، لكن بوجود الكيك قسم من البارتيكل قد تنحجز ما تعبر. فخلال الكيك فلتريشن اكو تغير نقول بالمعطيات، فاكو ميكانيزم هي ريليتد تو ذا كيك. فالكيك فلتريشن اللي هو ديفلوبمنت اوف سيرفيس فلتريشن يبدي بالفورميشن with formation of a layer of particles on the surface of the filter medium with the larger pores bridged هنا أنا طبعا البورس الكبيرة الموجودة في الترميديا media يعني مثل يصير بيها مثل أشبه بتنحج تنسد نتيجة تمركز البارتكل الكبيرة أشبه شلون يصير أشبه بالجسر والست هاي البورس من خلال فتكون bridged by group of smaller particles كون هاي الطبقة فأكيد هنا أنا راح مع الوقت تزداد الطبقات تزداد الثيكنس thickness تزداد ال resistance باتجاه عملية الفلتريشن فيقل الريت لكن نفس الوقت انه الـ particles small will be retained. فقدرة نقول الـ system على الريتيننج راح تتغير بوجود الكيك. هذه الكيك of particles accumulate to act as a filter media for subsequent filtration بحد ذاته هو راح كأنه يشتغل شغل الفلتر media. من ناحية retaining. الكيك filtration solid recovery is the goal راح يكون is important for process. في حالة كان أكيد أن أنا إذا أريد أن أحصل كل السولد الموجود بالعينة الكيك في هم راح يكون هو مفيد بهاي الحالة لأنه أصلا أنا الكيك إنه راح يصير عندي تجمع فإذا كان هاي الكولكتد هي المطلوبة هي اللي أريد أحاول أخلصها من كل السولفنت اللي وياها فالسوليد ريكفري هي عملية تجميع للسوليد ديبوزيت ونفصله عن السولفنت فراح يكون الكيك فلترشن همين اوف بنفيت بهذا بهذا التطبيق هذه definition اللي أخذناها سابقا ضمن الميكانيزم uh, emphasize that the mechanism of filtration may result in the trapping of far smaller particles than may be خلال او ديب ان انه اكو متغيرات بحيث ان قدره الفلتر ميديا تغيرت بوجود هذا الكيك مثلا او وجود الاذر فما اعتمدنا فقط بدلاله السايز حتى البارتكلز اللي هي تقل من ما تفتت الميديا بامكان يصير بها ريتيننج. The actual mechanism or combination of, of mechanism in any specific instance في اي مثلا مثلا نقطه محدده خلال الفلتريشن هي تعتمد بشكل عام على عمليه الفلتريشن او الميكانيزم تعتمد على characteristics of both the medium and the suspension. اذا suspension من خلال مكوناته من خلال نسبه الديبوزيت او نقول size of the deposit وتكون الكيك او عدم تكونه إلى تأثير إذا ما نقدر نقول نتغافل عن دور السسبنشن أو نقول الليكويد تو بي فلترد على الميكانيزم أحيانا هي تغير الميكانيزم غير الميديا الميديا لها دور بالميكانيزم وكذلك الليكويد تو بي فلتر أو السسبنشن تو بي فلتر لها دور في تكوين ميكانيزم أخرى غير الميكانيزم الأساسية اللي معتمدة على السايز أنه الأكبر أو أقل من السايز أوف ذا فورس ثيوري أوف filtration The flow of the liquid through the filter هو filter follow basic rule that يعني في قوانين أساسية اللي هي govern تتحكم بالفلو اوف of any liquid خلال through the medium فالميديوم مفروض offering resistance ادى في مقاومه معينه باتجاه حركه هذا الليكويد ارضوها اي شيء سايز مالته اكبر من سايز اوف ذا بورت ويل بي ريتين فهنا ريت اوف فلو ماي بي اكسبريس از انه يساوي الدرايفنج فورس على الريزيستنس فالريت يزداد بزياده driving فورس ويقل بزيادة الريزستنس. الريت ماي بي اكسبريست از فوليوم بير يونت تايم. الريت اوف ذا فلتريشن معناته فوليوم اوف ذا ليكويد باس بير يونت تايم. والدرايف فورس هنا تمثل لنا قد تكون البريجر ديفرنشال يعني ما نعتمد عادة مثلا فقط على الجرافيتي. البريجر ديفرنشال بتوين نقول above and below the filter media فبوجود هذا الـ differential راح يصير عندنا عملية filtration The apparent uh, complex, uh, complexity of the filtration equation arises from the expansion of the resistance term. من هنا التعقيد راح يصير في معادلات الفلتريشن، يعني هذه نقول ابسط معادله. لكنها مو كافيه تغطي نقول العوامل المؤثره على عمليه الفلتريشن، سواء المرتبطه بالفلتر ميديا او المرتبطه بالسسبنشن بين فلتر، باعتبار قلنا هذا السسبنشن راح يغير من الميكانيزم. فاذا هاي المعادله ما تغطي نقول الفاريبلز المهمه فور ذا ثيوري اوف فلتريشن او المؤثر على الفلتريشن هذا الاكسبانشن هو بالريزستنس تيرم يعطيني تعقيد اكثر بالفلتريشن اكويجن فالريزستنس بشكل عام ما تكون كونستانت انه ات انكريزز ار ذا سولتس ار ديبوزيت اون ذا فلتر ميديا كل ما تتجمع راح تزاد الريزستنس فهذا المتغير الموجود بالريزستنس صار عندنا توسع نقول بمصطلح الريزستنس فاكو ريزستنس ريليتد تو ذا فلتر ميديا و resistance related to the cake. The expression of this changing resistance راح يتضمن involves a material balance as well as the factors expressing permeability or coefficient of resistance. فهنا على مود نعبر عن ال resistance بشكل عام نحتاج ناخذ فكره عن الـ permeability or the coefficient of the resistance اللي تخص مثلا الـ او الجديده المتغيره. و continuously expanding cake فراح تتغير الـ permeability بوجود الكيك فراح يصير توسع نقول بمفهوم الريزستنس ما نقدر نقيد الريزستنس فقط بدلاله الفلتر ميديا الثن او ثيك الثيك مثلا يكون مور ريزستنس لا هنا أنا باعتبار انه راح تتكون طبقات من الكيك فاذا الريزستنس ما تكون ثابته الفاكتورز هاف بين تيكن انتو اكاونت ان ذا فورميشن اوف دارسي equation. هنا راح يكون التغيير انه اذا اريد نعبر عن الفاكتورز المؤثره على الفلترشن راح تكون دي في اوفر دي تي تمثل لنا الفلتريشن ريت الفوليوم اوف فلتريت بير تايم يساوي الكي اللي هو يمثل لنا كوفيشنت فور ذا بارير البارير سواء الفلتر ميديا او مع الكيك هذا تمثل البرميوريتي كوفيشنت اذا هنا راح يكون متغير الكي ما يكون ثابت ليش متغير؟ لانه الكيك المتكون راح يكون لايرز ما نعرف جد هذه اللايرز شنو نوع السوليدز هل هذا الكيك يحتوي على نقول different types of deposit small or large قد يصير فيها leaching خلال الفلتر ميديا فاذا الكي هنا راح تكون متغيره بسبب تغير الريزستنس وفي هذا البرميلوتي راح تكون متغيره فاحتماليه الوجود مثلا كلوجنج بالفلتر ميديا الريزستنس قد راح تتغير كلها بتكون متغيره اعتمادا على الكيك المت... م... اللي راح يكون متجمع above ذا filter media اذا الكي كوفيشنت ما السمي كونستانت هو متغ... قابل للتغيير فاي شيء يغير من الكي باتجاه الزياده يزيد الريت اوف فلتريشن السيرفيس اريا الاي كذلك همين الفلتر اريا الدلتا بي او نقول نعبر عنه البريجر ديفرنشير فالتوتال بريجر دروب ثرو ذا كيك اند فلتر ميديا يكون اكو اختلاف بالضغط بين اعلى واسفل الفلتر ميديا راح يكون يساعد بعمليه الفلتريشن الفوليوم اوف فلتريشن كذلك مهم اللي هو يعني هنا انا طبعا بحث اخر بس هو بشكل عام متداخل مع الفلتريشن ريت باعتبار كل ما يكون حجم اكبر يحتاج الى وقت اكبر يعبر خلال الميديا الفلتريت فيسكوزيتي مهمه وهذه اهمنا كان بي تشينج اكيد تاثيرها سلبي البسكوزيتي كل ما تزداد كل ما يقل الريت اوف فلتريشن فياخذ وقت اكبر فنقدر نستخدم الحراره نقلل فيها الفيسكوسيتي البيد ثيكنس الاير لما تخلينا البيد ثيكنس ان دايركشن اوف فلويد فلو فحسب نقول الفلويد فلو يكون مساره فراح يصطدم بالبيد ثيكنس فهذا راح يشكل ريزيستنس فاكيد كل ما يزداد الثيكنس اوف ذا بيد نتيجه وجود الكيك والفلتر ميديا راح تزداد الريزيستنس بالتالي يقل الريت اوف فلتريشن فهذا يعني الرسم يوضح لنا البخنر فنل البخنر فنل يختلف عن الفلتر بيبر التقليدي استخدم هذا الفنل وهذا الفنل بهذا البارير هذا البارير قد يكون مثلا احيانا بورس او يكون نون بورس وحتى اذا كان بورس يكون سمول هولز موجوده بالبلات فورم اللي هذا القطعه هذه اشبه بالصبابه شلون الصبابه شلون قطعه السيراميك موجوده ضمن هذا الفنل فدائما يشتغل اندر ريديوس برجر يحتاج يثبت على شكل على مثلا داخل تايت كلوز كونيكال فلاسك conical فلاسك بي مرتبطه with فاكيوم بامب فبامكاننا احنا نتحكم بالضغط الموجود بلو ذا فلتر ميديا هنا وبالتالي نحصل برجر differential فبوكنر فنل اللي هو البورسيلين يحتوي على بارير وذ سمول هولز او احيانا يكون not بورس مثبت ضمن هذا الفلاسك فمن خلال هذا الميديا راح يعبر الليكويد تو فيجمع الديبوزيت اعلى ويعبر الفلترات راح يكون اسفل الفلتر ميديا ويجمع بداخل الكونيكال فلاسك وهذا النوع من السيستم عنده القدره انه يقلل البرجر في الفلتر الفلتر فنحصل برجر ديفرنشال وهذا يعتبر درايف فورس يدفع باتجاه زياده الفلتريشن ريت It is convenient to summarize the theoretic relationship. نحن بشكل عام نقدر أيضا نغير دارسي equation اللي هي بها رموز كماثماتيك equation بشكل كير. يعني نحن إنه نقول rate of filtration هي تساوي area of filter مضروبة في pressure على the viscosity في the resistance of the cake and filter. هذا كأنه معادلة in form of term. فمن خلال هاي المعادلة نقدر نفسر يعني مثلا أو نحدد العوامل اللي تأثر على الفلترشن ريت

والكيك هايلي كومبرسبل قابل للانضغاط فهذا الكيك راح يغلق راح يسد المسامات وراح يكون طبقه مغلقه كانه عمياء على الفلتر ميديا فالمفروض انا مثلا هذا الضغط من السلطه اتعامل مع كيك ما بي بحيث تبقى البويز موجوده وماكو جزء يعبر من الكيك باتجاه الفلتر ميديا يغلق البورز مال الفلتر ميديا فاحيانا الضغط يكون تاثيره سلبي في حاله الكيك هايلي كومبرسبل فمع وجود نون فورس كيك زياده الضغط تسبب لنا زياده بالفلو طبعا البرجر انكريز اون ذا كومبرسبل اذا زيدنا الضغط على الكيك وهو الكيك هالي كومبرسبل او الكيك يتميز بمواصفات معينه مثلا الفليكولين سليمي بريسبيتيت بحيث اللايرز رسم تنطبق ما يديكريز اور ترمينيت فلو هذا راح مع الضغط راح يقلل الفلو او ترمينيت فلو قد يوقف الفلو بشكل نهائي اذا البرجر ديفرنشال يكون اوف بنفيت في حالة الديبوزيت المتكون الكيك المتكون يكون نون كومبرسبل نون فلوكيولنت هذه في حالة وجود هاي المواصفات بحيث انه كيك بي بورز بفراغات بينية من نصل على الضغط عليه تبقى هاي الفراغات ما تنسد راح يكون الضغط الى تأثير ايجابي على الريت اوف فلتريشن او الريت اوف فلو increase in the area كذلك يزيد الفلو واللايف بروشنال تو ذا سكوير اوف ذا اريا طبعا يعني انا اكيد بوجود الاريا اللارج اريا مع الحيز اللي شغله الـ طبعا الـ هذا الفلتريشن سيستم فراح ياخذ حيز اكبر فمع زياده الاريا نقدر نقول نزيد المنطقه المعرضه للليكويت تو بي فاكيد راح يكون يتجمع على منطقه اوسع هذا الديبوزيت فالى ان نقول تنسد او تنغلق راح ياخذ وقت اكبر فراح يعطي مرونه بعمليه الفلتريشن فصحيح هنا أنا طبعا اللايف بروبورشنال تو ذا سيكور اوف ذا اريا كل ما تزداد الاريا كل ما راح يكون الوقت اللي ياخذه الاريا طبعا هنا راح يصير عندنا الوقت ياخذ وقت اكبر على مود يتجمع لكنه كمحصله هاي الزياده بالاريا راح تزيد الوقت اللازم عمليه نقول لعبور الليكود لكنه الريت اذا اريد نقارن مثلا آه، هذا النوع من الفلتر ميديا آه، اللي هو مستخدم فور لارج فوليومز مثلا مع بدلاله الكميات انه الكميات اللي راح تعبر من خلال هاي السيرفس راح تكون اذا اريد نحسبها اذا نستخدم اقل سيرفس اريا الفلتر راح يكون مستوى اعلى فهنا عموما هي قضيه نسبه وتناسب يعني مقارنه بين السيرفس اريا الكبيره والسيرفس اريا الصغيره فالسيرفيس اريا هذه راح تكون وين انكريز تنطي فرصة فور ذا filtration بالمستوى اعلى باعتبار انه هي الكميات كبيرة فانا اكيد اذا عندي لارج فوليومز اوف ذا ليكويد تو بي filtered فاحتاج الى لارج سيرفيس اريا اللي اضمن عملية الفلتريشن تمشي بشكل صحيح فزيادة الاريا انكريز ذا فلو او انه بمعنى اعم انه زيد ريت اوف فلو خصوصا اذا عندي كميات كبيرة فهذا طبعا اكو تناسب طردي بين الريت او اللي نقول الفلو مع السكوير مع مربع الاريا يعني باعتبار انها دائما شلون الفورس بير يونت اريا دائماً, دائما كنا نقول الفورس بير مربع بالمتر مربع فهنا بدلاله مربع الاريا بالمتر مربع او سنتيمتر مربع طبعا هنا سنس ذا كيك ثيكنس اند ذس ريزيستنس also ريديوس شلون الاريا تاثر بشكل غير مباشر على زياده الريت انه كل ما تزداد الاريا راح نقول الديبوزت او الليكويد تو راح يتجمع على مساحه اوسع فبالتالي انه الريزستنس او الثكنس اوف ذا كيك راح يكون اقل وهذا راح يسبب لنا مثلا زياده بالريت اوف فلتريشن الكيك ريزستنس كذلك از ا فانكشن اوف ذا كيك ثكنس كل ما طبعا تزداد الثكنس اوف ذا كيك كل ما يزداد الكيك ريزستنس ال average flow rate is inversely proportional to the amount of the cake deposit فأكيد كل ما يزاد ال amount كل ما يقل ال flow rate ال flow rate at any instant في أي لحظة في أي نقطة هو inversely proportional to the viscosity همينة فال filtration efficiency also may be affected by the change in the temperature فإذا زيدنا الحرارة تقل ال viscosity بالتالي زاد ال flow rate ال viscosities of most liquid decreases with the increase in the temperature زيادة uh, temperature of heavy pharmaceutical syrups lowers the viscosity and increases filtration rate. Uh, النقطة الخامسة ال parameter coefficient هذه اللي هي ال k may be examined in terms of its two variables. نفس ال parameter coefficient عندها فد uh, variables خاصة بها تغير من قيمتها هي ال porosity وال surface area. ال cake porosity طبعا هنا نجي ل porosity هي related to the cake or related to the filter medium. depend on the...) قد تكون اللي تعتمد على الفلتر ميديا تكون ثابته اغلب الاحيان لكنه الكيك بوستي هي قد تكون متغيره مثلا بوجود ضغط او عدم وجود ضغط قد تتغير البوستي اوف ذا كيك فاذا تغيرت البوستي اوف ذا كيك تتغير يتغير هذا الكوفيشنت. فبشكل عام الكيك بوستي (depend on the way in which particles are deposited and packed) شلون راح تتجمع على الميديا او وشو راح يكون عمليه الباكينج مالته يعني كانه عمليه الضغط مالته فاكيد ان انا اذا تايتلي باكت راح تكون البورز مالته قليله والبوست مالته قليله وبالتالي الريزستنس راح تكون عاليه البرمتي كوفيشنت راح تكون نسبته قليله يعني تقل نسبه الكي فالبورستي كل ما تزداد كل ما البيرمت كوفيشنت يكون عالي وكل ما الريزستنس تكون قليله وهذه كلها راح تدفع باتجاه زياده الريت اوف التلاشي فكل ما تزداد البروستي كل ما تزداد قيمه الكي او راح يزداد الريت اوف فلو فالبورستي تعتمد على الطريقه اللي تجمع بها البارتيكلز اند بارت الفاست ديبوزيشن ريت هنا طريقه التجميع بيكون الفاست ديبوزيشن ريت اللي هو given by the constant salaries شو وقت يصير عندنا (fast deposition)؟ من يصير عندي (concentrated salaries)، السالاريز هو liquids containing نقول (large amount of fine particles) مثلاً. هذه تعطينا (fast deposition) على الفلتر ميديا. هذا كذلك في حالة عندي (high flow rate)، همينه، همينه قد يكون عندنا مثلا (fast deposition)، هذا may give (higher porosity) because of the greater possibility of (bridging) and arcing in the cake. يعني راح يكون عندنا مثلا طريقه التجميع راح تكون الفاين بارتكلز ما يصير بيها ليتشنج خلال الفلتر ميديا فمتى تجمع تكون طبقات مثلا اشبه نقول غير منتظمه يعني شلون واحد يجيب له قطع ويجمعها فهاي القطع الماديه ما راح تكون مجمعه بشكل منظم يعني اوردر سيستم وحده بصف الثانيه بحيث وبعدين لاير فوق لاير وتنسد المسامات راح يكون تجمع عشوائي ما تلحق تنظم نفسها فراح تتكون فويس بيناتها فتعطينا higher porosity هنا بسبب هذا الفاست deposition rate. surface area unlike porosity markedly يعني بشكل واضح تتأثر affected by the particle size and is inversely proportional to the particle diameter. أكيد هنا طبعا العلاقة عكسية موجودة بين الـ particle size وبين الـ surface area. يا particle size نقصد بها ال particle size اللي هو related to the deposit للـ suspended solid. كل ما يقل السايز كل ما تزداد السيرفس اريا وبالعكس من يكون البارتكل كبيره السيرفس اريا تكون قليله فاكو علاقه عكسيه بين البارتكل دايمتر والسيرفس اريا مارت الكيك اللي راح يتكون وهذا اللي قلنا مؤثر على البيرميوليتي فالكورز بريسبيتيت في حالة عندي لارج بارتكلز او نسميها كورز بريسبيتيت هذه تكون ايزير تو فلتر ذان افاين بريسبيتيت even though both may pack with the same porosity. طبعا هنا أنا اكيد نعرف انه ال coarse particles او اللي هي visually inspected، ال particles اللي نشوفها بالعين المجرده uh, easier to filter قياسا لل fine respirators. برغم انه اثنيناتهم هما pack with the same porosity. لكن بشكل عام ال particles الكبيره اللي هي السايز مالتها اكبر من البورس مالت الفلتر ميديا بسهوله انه هي فلتر وتنحجز. ف so most clarification problems can be resolved empirically. بشكل تجريبي نحل هاي المشاكل by varying one or more of اذا غيرنا البوريسيتي او غيرنا السيرفيس اريا من خلال التغير الموجود بالبارتيكلز اللي راح تنحجز او من خلال تغير طبيعه الكيك نغير الثكنس مالتها او مثلا من خلال وجود الفلتر ايد كل هذه قد تساعد في حل المشاكل المتوقعه بالكلاريفيكيشن تصير دائموما بالفلتريشن الفلتر ميديا هنا اللاعب الاساسي قلب الفلتريشن سيستم هو الفلتر ميديا هو السيرفيس ابون ويش ذا سولز ار ديبوزيتد ان فلتر فهو الحاجز فور ذا فارماسيست سيلكتنج ذيس امبورتنت إيليمنت انا هنا يختار هذا الجزء المهم فعندنا وايد رينج اوف افيلبل ماتيريال ميبي بولدرنج يعني اللي هي ريليتد تو ذا ميديا فاكيد هنا لازم يختار الفلتر ميديا المناسبه لعمليه الفلترشن وشنو الهدف الاساسي من الفلترشن Selection از فريكوينتلي بيست اون باست اكسبيرينس احيانا مثلا نقول الخبره لها دور كبير باختيار Suitable فلتر ميديا اند ريليانس طبعا هنا أنا مثلا الاعتماديه او اختيار او الاعتماد في نوع معين نعتمد به على Technical سيرفيس اوف كوميرشال سبلاير از اوفن advisable يعني هنا ينصح ان نستفاد من الخدمات التقنيه للمستخدمين او المجهزين يعني المستخدمين اللي هو باعتبار متوفر تجاريا في السوق فهؤلاء عندهم الخبره انه يعطيك النوع المناسب من الفلتر ميديا حسب انت مثلا كباحث كطالب موجود بالمختبر مثلا انت مثلا بالمختبر تجي للشخص الموجود بالمختبر تقول له انا عندي هذا اللي كنت أنت له فلتريشن فيقول لك ايش تحتاج فلتر بيبر تريده ناعم او خشن بعضه انت اكيد هنا أنا مو فقط تباوع انه تريد انت تتخلص من الفلتريشن باقرب وقت ممكن لكنه بدون ما تخلصت من السبندد يعني بعض الانواع من الفلتر بيبر ما تفيدك خلال عمليه الفلتريشن فالسبلاير هو اللي يعطيك الفكره او النصيحه اللي على ضوء يحدد لك الفلتر ميديا المناسبه الفلتر بيبر هو يعتبر فلتر ميديا بشكل عام الايديال فلتر ماتيريال او يعني هنا أنا اللي شود هاف ذا following كاركترستكس اللي هي الايديال بروبرتيز اوف ذا فلتر ميديا انه مثلا and medium for the cake filtration must retain the solid without plugging إنه في حالة إنه صار عندي كيك المفروض ما يصير بها plugging هاي الميديا and without excessive bleeding of particles at the start of the filtration بدون ما يصير عندنا excessive bleeding نضوح الجزء من particles يعني يصير بيهروب من الكيك بتجاه الفلتر الميديا وقد يغلق خصوصاً إذا السايز معته يقارب السايز مالت البورز any clarification application in which no appreciable cake is developed آه بشكل يعني فد كميه كبيره من الكيك آه تتكون الميديوم must remove all particles above the desired above a desired size should offer a minimum resistance and the resistance effort by the medium itself will not vary آه significantly during يعني هنا vary significantly ما تتغير بشكل واضح خلال عمليه الفلتريشن تبقى انه الميديوم thickness آه ما تتغير كلش هواي بسبب هذه من الحاله المثاليه اللي نريدها allow easy discharge of the cake سهوله نقدر نتخلص من طبقه الكيك ونقلل سيكنس مالتها شوت بي كيميكاللي اند فيزيكاللي انرت ما تتفاعل مع الماتيريال اللي هي تو بي فلترد سواء الصولد او الليكويد ماكو تفاعل بيناتهم مع الفلتر ميديا فقط عندها القدره على retaining وتعبر الفلترات قد نوت سوليد ما تتاثر بالليكود المستخدم قد يكون هو يعني قد الفلتر ميديا الماده المصنعه للفلتر ميديا قد تمتص جزء من الليكويد الموجود ويصير بها السولنج بالتالي تتغير المواصفات هاي الفلتر ميديا البورز مالتها راح تتغير بيصير بيها صولنج قد تنغلق او تقل البورز مالتها فتختلف عن ما كانت بالحاله الطبيعيه. من يصير كونتاكت مع الفلترات كذلك احيانا بالوشنج خلال عمليه الغسل احنا نريد نتخلص مثلا نريد ننظف هذا الفلتر ميديا انواع معينه من الليكويد لازم نختارها ما تاثر على هاي الفلتر ميديا سببها فيها شو ذا هاف ميكانيكال سترينث to withstand pressure drop and mechanical stress during filtration راح نصل ضغط على مود زيد الريت فالمفروض الفلتر ميديا تقاوم هذا الضغط ما يصير بها كسر There are a variety of different depth filter and membrane filter باعتبار أنه الفلتر ميديا هي أنواع مختلفة بدلات الثكنس فقسم نعبر عنه depth وقسم يكون عنده membrane وأكيد باختلاف هذه الأنواع راح تختلف الميكانزم اوف فلتراشن فالدبث فلترز بشكل عام يعني الماده المصنعه عليها تكون بوليمريك يعني ماتيريالز فتكون mainly polymeric fibers materials فتكون المواد الياف وتكون طبيعتها تكون polymers. الفلتر فابريكس هذا are commonly woven from natural fibers هناك كانه مثال حجي للانواع الفلتر فابريكس بشكل عام او بشكل شائع هو يعتبر woven يعني يحاك او يصنع من natural fibers لايك او سوتش كوتن هذا ثافيحات ناتشرال او قد يصنع فروم سينثيتك فايبرز اند كلاس فيصير عندي انواع مختلفه من الفلتر فابريكس أه, سواء باستخدام القطن راح يكون عندي نوع باستخدام الفايبرز او باستخدام الكلاس فاذا التنوع الموجود بالفلتر ميديا اما بدلاله الثكنس يعني ثن او ديب فلتر او بدلاله الماده المصنعه لها They are found into different types according to the nature of the filtration process. كذلك هذا التصنيف الآخر فيصير عندنا media for the cake filtration, media for the clarification, media for sterile filtration. Also they are available in different types depending on its composition مثل ما تحدثنا عنها او اعتمادا على shape of the filter media او بدلالة thickness فعندنا woven filter media, non-woven filter media, membrane filter media و surface type uh, cartridge. هذه الأنواع الأساسية اللي من خلالها راح نبدي نشرح انواع الفلتر ميديا. الووفن فلتر ميديا او يسمونها ج يعني جنرالي يسمونها فلتر كلوث واحنا وين ما نقرا فلتر كلوث كممبرين مستخدم بالفلتريشن سيستم معناته هو ووفن فلتر ميديا. الووفن فلتر ميديا بشكل عام هو من بدلاله الشيب او بدلاله الثكنس هو يعتبر سيرفيس تايب ميديوم لكنه بدلاله الكومبوزيشن هو ووفن. واكيد راح يكون ووفن يعني مصنع من اما من ناتشورال ماتيريال او اور سنثيتك ماتيريال فناتشورال اور سنثيتك فايبرز اور ميتال تستخدم لتصنيع هذا النوع من الفلتر ميديا فعندنا ديفرنت اكزامبل مثلا الكوتن فابريك اللي هو الموست كومنلي وان هذا يستخدم از برايمري ميديا يعني بكان هو بحد ذاته هو يعطيك فلتريشن بمستوى عالي برايمري ميديوم مو سكندري برايمري هو قد يكون عنده القدره انه يتخلص من جزء كبير او كل السسبندد ماتر فهذا النوع هو, يحتبر هو يعتبر برايمري ميديوم. As packing for paper or folds in plate and frame filters هو يعتبر ساند الكوتل فابريك قد يكون packing in من البيبر or folds احنا بالبليت أند فريم فلترز اللي هي نوع من انواع الاندستريال filtration سيستم يحتوي على نقول فلتر medium. في حاله استخدام البيبر كفلتر ميديا او الفولت اللي هو من نوع من انواع الفلتر ميديا بتحتاج الى باكينج عمليه اسناد لانه يعني البليت والفريم هو يعتمد على الضغط فبوجود الضغط العالي نحتاج فلتر ميديا تقاوم هذا الضغط العالي فالكوتل فابريك يكون باكينج للبابر والفورس بهذا النوع من الفلترز او يستخدم اذا بي اما برايمري ميديوم او از باكينج البيبر والفورس بالبليت اند فريم فلتر او از فابريكيتد باك همّنا قد يستخدمونه بالفابريكيتد باكس فور كورس تريننج فابريكيتد باكس اللي هي نقول همّنا تحتوي على فلتر ميديا من هذا النوع وعدها القدره على الكورس تريننج يعني البارتيكلز اللي هي فيجوالي انسبكتد ويل بي ريتيند فهاي الباكس قد تعتمد مثلا على الجرافيتي يعني يخلون بها هذا فرضا الماي اللي يحتوي على انواع مختلفه من الشوائب فالماء راح يعبر فيخرج يكون بيورفايد آه ووتر قد يستخدم بالسفرات يعلق بالشجر هاي الباب وبه اشبه بالحنفيه من الاسفل اللي نحصل من خلالها الفلترات النايلون يعتبر سوبرير فور ذا pharmaceutical يوز ليش سوبرير بسبب انه يكون انفكتد باي ذا مولد فنجاي او بكتيريا فهذه تعتبر نقطه ايجابيه بالنسبه للنايلون كذلك اكستريملي سموث سيرفيس فهذا ما راح يكون عنده مثلا مشكله في حاله الكيك ديستشارج بسهوله نقدر نقشطه مثلا نتخلص من الكيك لانه هو اكستريملي سموث سيرفيس كذلك بسبب هاي المواصفات هاز negligible ابزوربشن بروبرتيز احيانا بعض الانواع من الفلتر ميديا نقول الخشنه قد ازورب جزء من او ابزورب جزء من الماتيريال اللي تعبر من خلالها سواء الديبوزيت او الليكويد اللي يعبر فهذا النايلون بصفه انه يكون ما عنده نيجليجبل او neglected اماونت فما عندها يصير بها ابزورشن للليكود اللي يعبر من خلال هاي الفلتر ميديا كلا البوث كوتون اند نايلون ار suitable فور كورس تريننج ان اسيبتيك filtration ليش؟ مو لانه هي عندها القدره مثلا يعني على هسه هذه قدرتها على الريتيننج حسب البورز مالتها لكن بشكل عام هنا أنا انه هي كان بي باي اوتوكليفنج فنقدر نستخدمها من خلال الاسبتك فلتريشن تكون مساعد عامل مساعد للممبرين من ليبور فلتر ميديا يعني للممبرين فلتر ميديا اللي هو راح يستخدم بشكل اساسي للريتيننج اوف ذا بكتيريا فقد يكون هو كانه الكتون يخلصك من جزء كبير من من السسبندد اللي هي بدال ما نتخلصها من عندها بال ملي فلتر ميديا نتخلص من عندها بالكتون والنايلون فلتر ميديا فتساعد انه عمليه الفلتريشن الحصول على الظروف المناسبه للفلتريشن فلتريشن فهي بحد ذاتها بما انه هي الكوتن والنايلون نقدر نعقمها من خلال الاوتو يعني تقاوم نقول الثيرمال فتكون اوف بنفيت بالاسبتك لانها ادوات قابله للتعقيم لانه احنا احيانا اكو بعض الانواع الفلتر ميديا ما نقدر نعقمها فتكون هي سبب في الكونتامينيشن فهذه الكوتون والنايلون هي راح تساعد بالحصول على اسيبتيك فلتريشن المو... الانواع الاخرى كذلك من الوفن هو المونو باليمنت نايلون كلوث هذا طبعا به دعامه بي يعني بين النايلون وبين خيوط اخرى خليط من المواد فيكون اكستريملي سترونج. and is available for opening as small as 10 مايكرومتر. هنا السايز راح يكون اقل يعني تقريبا مثل الكوتون والنايلون بشكل عام يستخدمونه فور ذا كورز ستريننج يعني يكون خشن، نايلون الموني نايلون كلوث هم يكون قوي وهم يكون انعم من ناحيه البورز. التفلون superior فور موست ليكويد فلتريشن ليش؟ لان هو كيميكال انرت بعد بروفايد sufficient سترينث يعني فيقاوم الضغط اللي راح يسلط عليه، كان withstand elevated temperature التفلون يقاوم درجات الحراره، التفلون بكثره يستخدمونه مثلا بالأنابيب بالمياه الحاره انه يعني يقاوم ما تتغير مواصفات التبلون يعني مثلا ما يصلب بالاليفيت التمبريتشر تتغير مواصفاته فيبقى محافظ على نقول على البروستي مالته او على القوام مالته على الميكانيكال بروبرتيز فهذه الانواع الصور مثلا الكوتن فابريك تفلون نايلون كلها هي ووفن فلتر ميديا ووفن واير كلوث اللي هو يصنعونه من الميتال او ستينلس ستيل هذا يكون من ناحيه العمر ديورابل بي متانه عمره اطول ريزستنس تو ذا بلوكينج الانسدادات اللي تصير خلال عمليه الفلتريشن ايزلي كلينت قياسا للأنواع الاخرى الميتاليك فلتر ميديا هذه ووفن واير كلوث هو يعتبر اكزامبل اون ذا ووفن ميتاليك فلتر ميديا لانه مصنع من الميتال قلنا اما ميتال او فايبرز ناتشورال او سينثيتيك فهذا النوع من الفلتر ميديا بروفايد جود سيرفيس فور ذا كيك فلتريشن، فاذا هنا أنا ضمن الـ <applause> ضمن الـ Woven فلتر ميديا اكو انواع تستخدم فور ذا كورز سترينينج وحكينا عنها الكوتن والفابريك واسيبتيك فلتريشن، هذا الـ واير واير يعتبر جود سيرفيس اما للكيك فلتريشن، ليش؟ إنه هو عنده مقاومه اكبر الكيك راح يشكل طبقات مع وجود فلترات راح يضمن ان مواصفات الكيك راح يتكون هو ما يكون كومبرسبل uh, فحتى لو سلطنا ضغط ما راح ينضغط الكيك بوجود الفلتر ايد بوجود سيرفس uh, قوي يقاوم هاي الضغوطات فبامكان نستخدم هذا النوع من الفلتر ميديا فور ذا كيك فلتريشن as support element for disposable uh, هنا طبعا الاستخدامات الاخرى قد تكون هي عامل مساعد داعم لبعض الانواع من الفلتر ميديا اللي هي disposable تستخدم استخدام واحد the wire screens are particularly suitable since they may be cleaned rapidly and returned to the surface فيفضلون أن تكون تستخدم كـ supporting element for the disposable media كذلك مثلاً راح تكون مناسبة لأنه هي بإمكاننا أن يصير بها عملية التنظيف ونقدر نعيدها للإستخدام فبعض الأنواع من disposal disposable media يصير فيها filtration قد تكون فيها يصير destruction مثلاً بعد ما نقدر نستخدمها مرة ثانية. لانه دائما الديسبوزيل ميديا تتميز انه تكون ضعيفه غير مقاومه للضغط المسلط عليها، فوجود هاي السكرين راح تعطي دعامه لها. واير مش فلتر هم نوع اخر من الوفن ميتاليك فلتر ميديا واير مش فلترز، هذه انستلد ان لاينز او باكجينغ اكويمنت، هذه الباكجينغ اكويمنت اللي تخص الليكويد برودكت مثلا قبل ما الليكويد فولد انسايد ذا كونتينر سواء container قناني او مثلا فياز فراح يمر خلال هذه الفلترز باعتبار انه هي بامكان الاكلين لانه نعرف انه الليكويد تحتوي على سكريات او تكون الفيسكوستي مالتها فقضيه الكلوكينج او البلوكينج المنتينس كلها هذا تنوخذ في نظر الاعتبار فالواير مش فلترز عندها القدره على التنظيف بسهوله نوع الاخر من الفلتر ميديا نون ووفن فلتر ميديا اللي هي تتضمن الفيلتس والبوندد فابريكس كرافت بيبر الفيلت اللي هو يعتبر فايبرس ماس هم طبعا هنا non ووفن فلتر ميديا قد يكون بعض المواد انه هم قد تصنع من فايبرز مثلا لكن طريقه التجميع مالتها بحيث ما تكون مثل تشبه الوفن فتكون نون ووفن طريقه التجميع تختلف فايبرز اصلنا من عندها ووفن فلتر ميديا او نون ووفن فلتر ميديا فالناتج النهائي راح يكون متغير بطريقه التجميع مالت الماتيريال فالفيلت هنا هو فايبروس ماس فري فروم بوندنج ايجنت ما بيفد فد بوندنج ايجنت ما نشوف به مثلا نقول فد خيوط او فد شيء متداخل فميكانيكالي انترلوكت اه ينكبس تو yield سبيسيفيك بور دايمتر على ضوها راح يكون عنده فد سبيسيفيك بور دايمتر اللي هو هاف كنترول بارتيكل ريتنشن

همّنا حسب طبيعه الماده المصنعه لها قد تكون ناتشورال او Synthetic فيشتغل على Media ميديا يعني النوع الاول الووفن دائما شو يكون؟ ممبرين او surface media ال First يكون depth media وهذا recommended وين Depth ميديا؟ recommended where gelatinous solutions or fine particulate matter are involved هذه المحاليل او liquids اللي تحتوي على non visually inspected particles تكون الجيلاتينية يا فنفضل استخدام الدبث depth filter media ك كميديا for the filtration لانه الميكانيزم او الفلترش راح تكون متغيره جزء يتجمع على السيرفس والجزء اللي يعبر خلال الميديا راح يكون هنا اتاتشمنت فاكو تغير ميكانيزم باستخدام هذا النوع من الفلتر ميديا امثله عندنا غير الفيرس عندنا كذلك البورس stainless ستيل فلترز هذا يصنع من الميتال هذا يستخدم for removal of a small amount of unwanted solid from the liquid. في حال نتعامل مع liquid يحتوي على كميات قليلة من unwanted solid مثلا milk, syrup, sulfuric acid, hot, caustic soda هذه كلها عبارة عن نقول materials to be filtered تحتوي على كميات قليلة من unwanted solid فقلنا احنا الكلاريفيكيشن تعامل مع نماذج تحتوي على كميات قليلة من solids فيفضلون الاستخدام بهذا النوع من الفلتر ميديا الفورس ميتاريك فلترز ايزلي كليند اند ريبيتيدلي استيرلايز كذلك هم بامكاننا نعقمها فتفيدنا بالاسبتيك فلترشن. يعني مثل ما حكينا كذلك بالكوتون والنايلون انه هذا النوع بامكانه يصير النوع الثالث ميمبرين فلتر ميديا are uh, basic tools فور microfiltration قلنا احنا ضمن الطرق الحديثه ضمن الابلكيشن هذا فلتريشن عندنا مايكرو فلتريشن الترا فلتريشن نانو ونقدر نضيف فيها ريفيرس اوزموزس هذه قدرتها على الريتيننج زادت بحيث انه ايفن سمولر سايز بارتكلز اللي هي ما تنشاف بالعين المجرده يصير بيها حجز فهذا المنبرين اكيد صار به موديفيكيشن من ناحيه البورز بحيث تغيرت المعطيات للديبوزيت فصارت تسميات مختلفه فالمنبرين فلتر هو سيرفيس اور سكرين فلتر من ناحيه الثيكنس يصنع فروم فاريوس استرز اوف سيليلوز اور فروم نايلون قد اكو تشابه في الماتيريالز اللي يصنعون من عندها الوفن في الترميديا هنا موجوده لكنه الاستخدامات مختلفه استخدامات الممبرين في الترميديا تختلف عن استخدامات الوفن في الترميديا شفنا الوفن في الترميديا اكثر الاحيان يستخدم مثلا بالكورس ستريننج لكن من نقول ممبرين في الترميديا في هذا العنوان معناته نقصد اللي هي اللي تتميز مثلا يعني هناك طبيعتها تكون ثن لكن ممبرين في الترميديه ككلاس كجروب اوف ميديا هذه اللي بها استخدامات مايكرو الترا نانو ريفرس ازموز فقد تصير عمليه التصنيع مالتها تختلف عن عمليه تصنيع الوفن في الترميديه فيصنعونها من الاسترز اوف cellulose، يعني cellulose بس تريتد اور موديفايد او فروم ذا نايلون تفلون بولي فينيل كلورايد بولي امايد بولي سلفون، سيلفر هاي كلها مواد كيميائيه مختلفه من عندها يصنعون من عندها هذا النوع من الفلتر ميديا فيكون ثن الثكنس مالته 150 مايكروميتر اعداد uh, كبيره من البورز بي 400 الى 500 مليون بورز بير سكوير سنتيمتر اوف ذا فلتر سيرفيس فهي تحكي البورستي اوف ذيس فلتر ميديا البورز هنا اكستريملي يونيفورم سايز size, occupy اباوت 80% اوف ذا فلتر فوليوم يعني الـ size مالت الفلتر شكل 8% فإذا بورستي كلش عالية وهذه تنعكس أكيد على الـ وعلى الفلترشن ريت. هاي الـ high porosity permits flow rate at least 40 times higher than those obtained through the other media of comparable particle rotation capability. إذا زادت قدرتها على الفلتر... زاد الريت of filtration. فbecause of the surface screening characteristics brief filtration is often required to avoid rapid clogging of membrane هذا النوع من الفلتر ميديا اللي هو يكون with high porosity يكون طبعاً بطبيعته يكون more expensive أنا يعني مود نحافظ عليه أحياناً قد يحتاج لpre-filtration يعني مثلاً نستخدم moving filter ميديا العادي كبرايمري filtration يخلصنا نقول من جزء كبير من unwanted material وبعدين يعبر من خلال هذا النوع من الفلتر ميديا the selection of a membrane filter for a particular application is إن a function of the size of the particle or particle to be removed إنه نحدد النوع المناسب من هذا النوع من الفلتر ميديا حسب the size of the particle او البارتيكل تو بي ريموفد هو يحدد طبيعه السلكتد ممبرين هذا يصير عندي نانو مايكرو الترا ريفرس اوزموز وهكذا النوع الرابع سيف تايب كارتريدج الكارتريدج يعني هو الجزء اللي هو قابل للاستبدال اللي هو قد يكون مره ديسبوزبل او نون ديسبوزبل لكن هنا أنا بشكل عام طبيعه الممبرين او الميديا الموجوده بهذا النوع من الفلتر ميديا كورجيتد يعني شلون متموج رزن تريتد يعني معالج بماده الرزن يعني شلون يقول معالجه بالالياف فهو بيبر ومعالجة بالرزن الرزن راح تعطي السبورتنج لهذه البيبر فتكون استخداماته common in the hydraulic lines احنا هذه حتى تحدثنا قلنا اكو نوع ذكرناه بال بالوفن او بال نعم بالـ woven filter media هذا هذا الواير مش filters قلنا installed in the following lines of packaging equipment هذا يعتبر woven type عندها هذه الاستخدامات فقد يكون هاي المادة يصنعون من عندها هذا النوع من الميديا أو نقول بشكل عام بعنوان عنوان الشيب مالته الشيب بشكل candles أور كارتريج قطعة أنه قابلة للاستبدال يكون هذا التصنيف لكن احنا من نرجع بدلاله الثكنس هو سيرفس بدلاله الماتيريالز قد تكون نفس الماتيريالز اللي يصنعون من عندها الوفن هي موجوده هنا لكن عموما شو اللي تحتاج؟ تحتاج الى يكون معالجه خاصه فريزن تريتد بيبر فتستخدمها بالهيدروليك لاينز بالخطوط اللي هي من خلالها تصير عمليه الفولينج للليكويد قبل ما يكون داخل الباكج لكنه غير لي ابلاي تو ذا فينيش برودكت فريرلي ابلاي تو ذا برودكت لكنه قد يكون ضمن نقول عمليات التصفيه الاوليه قبل ما تكون بالفاينل برودكت فهنا الكارتج انواع مختلفه عندنا كذلك السيراميك كارتج هذا عنده ادفانتج انه كلينبل فور ريوز باي ذا باك فلشنج فباك فلشنج احيانا انه عمليه تنظيف عكسي يعني بحيث يقدر يدفع بدال ما نقول الليكويد يتحرك نقول ال... اذا نقول العمليه من الاعلى للادنى فالليكويد يتحرك من الاعلى للادنى يعبر خلال الميديا راح تكون حركه من الادنى للاعلى مثلا او من اليمين لليسار تكون بالعكس من اليسار الى اليمين باك فلاشنج وهذا راح يساعد بدفع شكو انسدادات موجوده فينظف هذه الفلتر ميديا فغير السيراميك المادة الاساسيه احنا بنقول سيراميك كارتريج مو نقصد بهذا السيراميك اللي اللي هو قطع الكاشي هو تسميه السيراميك منين جت؟ تسميه السيراميك جت من الماده المصنعه لهذه القطعه هذه البلاط اللي احنا نستخدمها بالارضيات الماده المصنعه اسمها سيراميك مو هو هذا الشكل هو سيراميك فسموه سيراميك فيميزونه نقول عن الكاشي بالمعنى العام التقليدي يسمونه سيراميك لانه هو يصنعونه من ماده سيراميك فهذا نقول سيراميك كارتريج فيتميز انه عنده قوه يقاوم البرجر المسلط الاسبستوز البورسلين هم كذلك مواد اخرى تستخدم لتصنيع هذا النوع من الفلتر ميديا او يسمونها فلتر كاندلز بدلاله الشيب او يسمونها كارتريج فتكون acceptable for some sterile filtration along with the membrane filter. قد الاس بيستوز البورسيلين فلتر انه ي can be sterilized فقد وكذلك انه نقدر نحصل عنده فد بورز small فقد تكون تستخدم for the pre filtration او قد تكون مكمله تساعد الممبرين فلتر المستخدمه بال sterile filtration. الفلتر 8 النوع الاخر من الماتيريالز اللي نحتاجها بالفلترشن واللي هي تساعد عملية الفلتريشن الساعد يعني هنا تعطينا تغير بالفلو فخصوصا بالنسبة للريزستنس ذا فلو اللي هي اللي هي سببها في ميديا السيلف او تكون مثلا زيادة باللايرز او ذا سوليد اللي هي بولت اب يعني بسبب انه الكيك او بلوكينج البورد اوف ذا ميديا فهذه كلها كلها عوامل تدفع بزيادة الريزستنس وتقليل الفلتريشن فالفلتر ايد وجودة مع الفلتر ميديا او مع الكيك يساعد يكون سوليد بريفيوس كيك يكون سوليد بريفيوس كيك يعني بريفيوس هو سترون كيك يكون نون كومبرسبل يحافظ على الفراغات الموجوده به فما تنغلق فتستمر عمليه الفلتريشن بمعدل عالي فبورلي فلوكيليت سوليدز اوفر هاير ريزيستنس هنا الكيك قلنا اللي هو برسبتي... سليمي بريسبيتيت اللي هو فلوكيليتد اللي هو نقول هايلي كومبرسبل هذا كله غير مرغوب في حالة وجود برجر لأنه مجرد ما نسلط عليه ضغط راح تنغلق الفراغات الموجودة بهذا الكيك فيشكل طبقة تحجز أو تمنع عبور حتى الليكويد اللي هي المفروض يعبر بسهولة فيقلل ريت أوف التلاشين فالبور اللي هي تتجمع بالكيك عادة تعطينا هاي ريزيستنس راسا للدو دو سوليدز هنا إذا نرجع لموضوع السسبنشن السسبندد بارتكلز في حالة عندي سوليد سسبندد الليكويد فهذا suspended particles أما تكون flocculated or deflocculated طريقة التجميع مالتها فهنا أنا إحنا مشكلتنا ويا من مع البولي poorly flocculated هذه إذا موجودة ومتجمع راح تكون الفراغات الموجودة بيناتها تكون كلش قليلة لكن ال أو or deflocculated solid هذه متتجمع لا راح تترك فراغات أكبر ف فتعطينا بروسيتي فالدوفليكوليت سوليدز او سوليدز بروفايدنج هاي بروسيتي تو ذا كيك هذه تكون ما بيها مشكله تكون الريزستنس مالته اقل In the case of kick filtration, the rate varies with the square of the volume of liquid. كل ما يزداد volume of the liquid, كل ما rate of filtration يتوقع مثلا يقل. لأنه yani يحتاج وقت أكبر. فاحنا شلون نتغلب على هذه العوامل؟ مثلا نزيد the surface مثلا نقلل the thickness. فأكو عوامل تحاول تتغلب. يعني احنا قلنا نتلاعب بال porosity وال surface. النفاذية والسيرفس اريا هي قد تكون بها modification بحيث نحافظ على rate of filtration ضمن المستوى المطلوب. When the volume of the filter cake solid per unit volume of filter is low, the solid deposit on the filter media may penetrate the void space. لانه حسب نقول المعطيات. نفترض عندي نقول ال volume of the filter cake يعني نقصد بيه مول volume of the material or liquid to be filtered. ال volume of the filter cake solid. الحجم الصولد اللي راح يتجمع ويكون هذا الكيك لان فوليوم يكون قليل راح يكون هنا احتماليه الـ انه السوليد ديبوزيت اون ذا فلتر ميديا ما بنتريد ذا فويد سبيس قد يخترق الفويد سبيس وهذا ميكينج ذا فلتر ميديا مور resistant to فلو اذا كان حجم السوليد المتجمع على الفلتر ميديا قليل قد يكون جزء من عنده يصير به ليتشنج يعني ظهور بنتريشن uh, خلال الفويد سبيس الموجود بالفلتر ميديا ويغلقها فيجعل الفلتر ميديا مور ريزيستنس تو ذا فلو من يكون عندي هاير كونستريشن اوف سوليد ان سسبنشن مثلا او سلوريز هنا راح تكون عندي احتماليه تصير عندنا bridging اوفر اوف اوبننج اوفر ذا فويد سبيس هنا طبعا الفراغات الموجوده فقسم من البارتيكلز قد يصير بها bridging مركز اكثر ما يصير blending اكثر ما يعني تتجمع ابوف ذا فلتر ميديا اكثر ما تتجمع وذن ذا فلتر ميديا وتسد الفراغات فإحتمالية البريجينغ مثلاً أكثر من البلايندينغ البلايندينغ يعني تعمى الفلتر ميديا الفتحات مالت الفلتر ميديا تعمى نتيجة أنه يصير نضوح جزء من الصولد وتغلق هاي الفلتر ميديا فإحتمالية البريجينغ أكثر من البلايندينغ في حال وجود higher concentration of uh, solids فالفلتر ميديا طبعاً هنا أنا شوكت uh, يصير بيها blocked or slimy with accumulation of the اون on the flow of filtrate ستورز فاحنا نحتاج انه عمليه انه ما عندنا بلوجنج نتيجه وجود بعض الانواع من البارتكلز تنضح من تنضح من الكيك والسد هذه الفلتر ميديا الفلتر 8 اذا هنا اذا نقول نعتمد على نقول على المعطيات وما ندري بها خلال الوقت وهاي المتغيرات اللي راح تصير بالريزستنس والريزستنس قد تختلف باختلاف البوراسيتي وتختلف باختلاف السيرفس وباختلاف كميه الصولد فهذا المتوقع اللي يصير احتمال يصير انسداد واحتمال زياده بالريزستنس فهنا على نقول نضمن انه ماكو عندنا اي ليتشنج ما نعتمد على مواصفات الكيك انه يصير بي لو يصير بي وجود الفلتر ايدي يعطي دعامه ينطي ضمانه انه يمنع هذه المتغيرات انه يقلل الريزستنس ينطي نقول يضمن انه ما يصير عندي انسداد بالبويدز بغض النظر عن طبيعه الكيك فلوكيليتد او دي فلوكيليتد لو كونستريشن لو فوليوم او هاي فوليوم الفلترات يقلل الريزستنس ويضمن انه ما تصير عندي هاي المتغيرات اللي تصير خلال عمليه الفلتريشن بسبب مواصفات الكيك فاحيانا يصنفون الفلتريت از سبيشال تايب اوف فلتر ميديا ليش؟ لأنه هو عنده نفس الفلتر يكون فاين سيرفيس ديبوزيت اللي هو يكون دائم القدره على السكريننج اوت اوف سوليد ليش لانه يكون ينتصفع للكيك هايلي بورس ونون كومبرسبل كيك فيحافظ على البوروسيتي اوف ذا كيك يحافظ على البويدز ينتصفع للكيك يكون نون كومبرسبل حتى لا يتعرض الى ضغط ما ينضغط وتسد المسامات بريفنتينج ذيم فروم كونتاكتنج اند بلوكينج ذا سبورتنج فيلتر ميديا حتى يمنع الجزء من السوليد ديبوزيت انه يصير بيه ليتشنج ويروح باتجاه الفلتر ميديا فيمنع قضيه البلوكينج فاذا بامكان الفلتر يتحكم بالريزستنس ويقلل الريزستنس ويحافظ على عمليه الفلتريشن ويحافظ على البوروسيتي فالفلتر ايد عاده يكون هايلي بورس نون كومبرسبل كيك اللي هي راح تكون عندها القدره انه ريتين ذا سوليد از اني ديبث فلتر فكانه نقول الفلترات ايت موجوده مع الكيك مع الفلتر ميديا الاصليه كانه يحول الفلتر ميديا الى ديبث فلتر ميديا Duration of filtration cycle, the clarity attend. كلها can be controlled as the density, type, particle size, quantity of the filter head إذاً filter head بحد ذاته هو بـ consideration بـ مواصفات density والـ type, particle size, الكمية, أو ال quantity, amount كلها هذي إذا تغيرت تتغير مواصفات filter head الـ function matter وتتغير الـ filtration cycle الـ duration matter ومستوى الـ clarity نريده فالكوانتيتي اوف ذا فلتر ايد جريتلي ذا واحده من هاي العوامل اللي حكينا عنها مثل الكوانتيتي نشوفها بشكل كبير تاثر على الريت اوف فلتريشن فشفنا اذا تو ليتل فلتر ايد يوز هنا راح كانه راح يكون فقط يزيد الريزستنس فالريزستنس راح يكون افورد باي ذا فلتر كيك از جريتر ذان اف نو فلتر ايد از يوز فاذا كان استخدمنا الفلتر بكميات قليله شلون واحد يستخدم دواء بجرعه اقل من الجرعه اللي هو تطيفه عاليه فإذا ما بها الفائدة راح تكون، هنا كانه فلتر ايد راح استخدم بكميات اقل من الكميات المطلوبه على مود يشتغل كفلتر ايد. فكانه هنا ما عندي فلتر ايد. فبس مجرد زياده بالثكنس، فراح يكون عندي زياده بالريزستنس، فاكيد تأثير راح يكون سلبي. فإذا زيدنا كميه الفلتر ايد، الفلتر ايد راح يكون اكيد راح يضيف الثكنس لكنه بدون ما ينطيني مثلاً أحياناً مثلاً on the other hand if high amount إذا كميات كبيرة من filter ايد added the filter aid merely add to the thickness of the cake without providing additional cake porosity. فاحنا لا نريد كميات قليلة جداً ولا نريد كميات كبيرة جداً. نريد فت كميات معتدلة لأنه أكو علاقة موجودة بين الفلتر ايد كونستريشن concentration كوفيشنت اللي تخص الممبرين. احنا قلنا porosity كوفيشنت of ذا filter medium. تعتمد على الفلتر ميديا على الكيك المتكون وهذه نفس الكوفيشن يعتمد على البوسيتي والـ أريا area فأي شيء يغير من البوسيتي راح يغير من الـpermeability فالفلتر ايد يتأثر على البوسيتي فنلاحظ مثلا الفلوريت دايركتلي directly proportional to each other فكل ما يزداد الـpermeability كل ما يزداد الفلوريت فالـpermeability هنا شلون تزداد؟ باللو كانستريشن الفلتر ايد is از لو بيكوز اوف ذا لو لأنه لان Porosity بعدها قليله فزيدنا التركيز الفلوريت زاد لكن اللي يوصل لمستوى في حاله الهاي كونستريشن الفلتر ايد هنا راح يكون تاثيره سلبي قد فنحتاج الفلتر ايد يضاف بكميات معتدله لا كميات قليله ولا كميات كبيره لانه اذا صار كميات كبيره جدا راح يعطي تاثيرات سلبيه على البرميولتي راح يقلل البروسيتي ويزيد الريزستنس وبالتالي يقل الفلوريت مثل ما نشوف هذا البيك اوف يعني هذا اعلى مستوى البيك بدي ينزل بعد هذا التركيز فاذا الافكت اوف ذا فلور فلتر ايد على البيرميبيليتي او الفلوريت هو كونستريشن ديبندنت الأيديال فلتر filter aid perform its function physically or طبعا يعني هنا أنا أكو مواصفات الفلتر ميديا وأكو مواصفات للفلتر aid. واحدة من المواصفات اللي الفلتر الفلتر إنه يشتغل بشكل فيزيكال او ميكانيكال بدون ما يصير بي ابزوربشن او كيميكال اكشن يعني مع من مع الديبوزيت مع الكيك اللي راح يتكون يعني خلي يكون يتجمع وياه فيزيكالي ميكانيكالي يكون داعم اليه بحيث يتعرض الى ضغط ما تنسد الفراغات بدون ما يصير تفاعل بين الفلتر ايد والديبوزيت الموجود لان يعني اذا صار تفاعل او صار ابزوربشن قد يكون لك طبقه ما بيها بورز فما يشتغل فاحنا نريده فيزيكال او ميكانيكال ال important characteristics of the for, for the filter aids قد تكون مثلا should have structure that permit formation of pervious cake يعطيك دعامه ويكون stroke cake مقاوم للبرجر should have particle size distribution suitable for the retention of the solids مثلا يحافظ على porosity should be able to remain suspended in the liquid ما يذوب بالليكويد اذا عبر ليكويد من خلاله يعني يحتوي على undesirable materials فهذا الفلتر ايد ما يريد يذوب بهذا الليكويد لانه قد يغير من لونه، قد يغير من طعمه، يغير من مواصفاته، فالمرفوض يبقى سسبندد <applause> الليكويد ما يصير تفاعل كذلك مع هذا الليكويد فقط الريدة موجود ضمن الديبوزيت ضمن السوليد فهنا نو ابزوربشن اور كيميكال اكشن از involved ان موست كيسز يعني بشكل عام الايديال فلتر احنا نريده يشتغل فيزيكالي اور ميكانيكالي ما يصير بي ابزوربشن اور كيميكال اكشن ان لكن في نفس الوقت من يتمركز مع الفلتر مع الديبوزيت مالت الكيك ينطيني سترونج كيك فريد مستوى معين من التفاعل بحيث يكون سبورتنج للفلتر كيك يحافظ على البوريزيتي وينطيه دعامه بحيث ما يصير بي يعني ما ينضغط لحظه يعني الضغط من ينضغط في البرجر خصوصا بالبرجر من استخدمه كدرايفنج فورس فهنا من يقول يعني ريمين سسبند ذلك وكذلك بدلاله الليكود فهنا احنا نقول الفلتر ايه تداخله مع قد يتداخل مع من؟ مع يتداخل مع الديبوزيت قد يتداخل مع الليكود Should be free of impurities. Uh, should be inert to the liquid being filtered. هم يعني to being filtered يكون انرت ما يتفاعل وياه. Should be free from moisture in cases where the addition of moisture would be undesirable. هم يعني انه يكون جاف بانه المويستر ما نريدها فهذه واحده من المواصفات المثاليه. الفلتر ات considered to be equivalent in performance when they produce the same flow rate and filtered uh, solution clarity. طبعا هنا يعني اذا نريد نفحص الفلتر نقول تاثيره وكميات المستخدمه ما لها تاثير سلبي قلنا احنا يعتمد على التركيز. لو اور uh, مثلا اوبتيموم اور ميديوم اور موديريت يعني من ناحيه الكميات يكون اوبتيموم امونت او يكون هاي امونت. فاذا نريد نفحص نقول هذا الفلتر تاثير على الفلوريت هل تأثيره سلبي او ايجابي يعني برفورمانس مالته فعاليته فمن مثلا او تاثير على الكلاريتي لانه نقول جزء من الفلترات قد يدسولفد بالليكود ويعبر مع جزء من الفلترات وياثر على الكلاريتي فانا اندر ذا سيم اوبريتنج كونديشن نفس الظروف اللي راح نشتغلها بالفلتريشن يجربون هذا الفلترات ويستخدمون فد ليكويد مثلا الستاندر شوجر سوليوشن يعبرونه من خلال هذا الفلتر ميديا بوجود هذا الفلتر إيد وبعضها يقيمون الكلارتي مثلا والفلتريشن ريت راح يصير بوجود هذا النوع من السامبل اللي هو ستاندر شوجر سوليوشن هذا سامبل يعبرونه خلال فلتريشن سيستم اللي يحتوي على الفلتر إيد فيشوفون هل اكو انكمباتبلتي هل صار رياكشن بين ذا فلتر وهذا السوليوشن اللي راح يعبر من خلاله. Example on the filter aid عندنا الدايتومايت اللي هو يستخلصونه من التربة داتوميسياس ايرث most important filter it هذا process from the fossilized diatoms يعني مخمر it has irregularly shaped porous particles فهذه طبيعتها إذا نوجدت مع ضمن عملية الفلتريشن تكون rigid incompressible cake طبعا طبيعة الداتا من ناحيه الكيميكال كومبوزيشن هي سيكا فتكون ريليتيفلي انرت ان انسوليبل انسوليبل يعني تبقى سسبندد اللي راح يعبر ما به النوع الاخر من الفلترات هو سيلوز اسبيستوز هذه كوميرشالي افيلبل لكن مشكله السيلوز يكون هايلي كومبرسبل والكوست 2 تو 4 تايمز مور ذان دايتامايت اور بيرلايت البيرلايت يشبه الدايتامايت هي همنا سيليكا ديريفيتيف ويعني همنا اوبتيند فروم ذا اه يعني من الايرث فهذه مشتقات الارض يعني الدايتومايت والارث من التربة من الرمل فتكون سيليكا ديرفيتيف It is reserved for application where the salt then when استخدام الاسبيستوز او عفوا السيلوز من يكون عندي ليكويد انكومباتبل مع السيليكا كومباوند اللي موجوده بالدايتومايت والبرلايت يختارون السيلوز فاحيانا السيلوز هم يستخدمون از كورز بريكوت كورز يعني بدلاله السايز يكون لارج فعد القدره فقط ريتين البارتكل الكبيره مثلا هذا النوع من الفلتر ايد بريكوت يعني يكون طبقه above the فلتر ميديا فتكون عازل بين الكيك وبين الفلتر ميديا اسبيستوز has good retention on core screen لكنه has limited application because of its high cost leaching او فايبرز جزء من مكونات هذا الاسبيستوز يصير في leaching يروح into the filter ايد. وهذه قد تكون تكون توكسيك فاحنا ما نريد نفضل دائما يكون الفلتر ان انسوليبل بالليكويد اللي هو راح يعبر من خلاله اس بي سورس فلتر مي بي يوز ان فارماسيكال اندستري ان دير ابلكيشن اذا استخدموه قد يكون فولود بعد ميمبرين فلتريشن في حاله استخدام اس بي سورس فلتر يفضل انه يكون آه وراها نستخدم ميمبرين فلتر على مود اذا اكو فد فايبرز صار بيه ليتشنج نتخلص من عندها من خلال الميمبرين فلتريشن الميمبرين فلتريشن طبيعته يتميز يستخدم يستخدم بورس باري سمول باري فاين فحتى تحجز حتى المايكرو اورجانيزم فاكيد تحجز حتى هذه الفايبرز النوع الاخر من الفلتر ايد ووتر سوبل بوليمرز اللي هي قد تكون فلوكيوليتنج ايجنت تستخدم از فلتر ايد فهذه الايجنت تكون عامل مساعد مع الكيك فتغير مواصفات الكيك فتعطي صفه البورستي فمثلا بعض الانواع من ال... هو طبعا فلوكيوليتنج ايجنت هو يعتبر جروب اوف سسبندنج ايجنت فلوكيوليتنج <متحدث> اللي هو جروب اوف سسبندنج ايجد، نانا اللي هي تستخدم بالسسبنشن احيانا، هذه طبيعتها تكون بوليمرز، فهذه البوليمرز مثلا تلامس مع تلامس الليكويد فتاخذ شكل معين تتجمع فتكون بشكل طبقه فلوكيوز تشكل تشكل طبقات، فعدها بورستي لكن هذه البورستي تكون قليله فتدعم الكيك. هنا فرق يعني هنا منقول نقول كيك هذا غير مرغوب فيه. لكن هنا انا جاي نحكي على الفلتر ايد يكون فلوكيوليتد يتمركز ضمن الكيك طبقات الكيك فيغير من مواصفات الكيك فهذا البوليمرز ماي بي ديرايف فروم ذا فيجيتابل او انيمال هو البوليمر بطبيعته اما يكون ناتشرال او يكون synthetic والناتشرال قد يكون فيجيتابل او انيمال الووتر صلب بوليمر ما بي كلاسيفايد طبعا هنا بنقول ووتر صلب بوليمر مو معناته الووتر كليكود اللي هو موجود ضمن الليكود يعني ضمن الماتيريال تو بي فلتر راح تذوب هذا النوع من البوليمرز هذا النوع من البوليمرز يصير بيها ويتنج وذ ذا ووتر ما يصير بيها يعني ديسولفنج هي ووتر صلب بوليمر معناته عندها القدره تكون انتر اكشن فورس مع الووتر فبدون ما يصير بيها يعني يصير بيها سولنج ما يصير بيها ديسولفنج ما يصير بيها ديسولوشن فهذه الفكره من نقول water soluble بوليمر فهنا طبعا حسب نوعها نون ايونيك انايونيك كاتايونيك فاكو معناته نون ايونيك واكو ايونيك تايب فطبيعتها هي عندها القدره تكون انتراكشن فورس مع الوتر يصير بيها wetting يصير بيها سولينج فتتمركز ضمن الكيك فساعد بعمليه الفلتريشن. A new performance filter aid with self اس SF. Self فلوكنج هذا يكون عنده نقول قدره قدره جذب ذاتيه لل نقول حتى هنا راح كنا يغير لك حتى من الميكانيزم اوف ذا فلتريشن كذلك انه من يجمع ويلامس الليكويتي بفلتر راح يكون عندي لو تورشستي فاين بارتيكل فلتريشن وذ هاي فلو هذا النوع من الفلتر ايت يتميز بهيك مواصفات فهذه الفلتر ايت شلون يصنعونها؟ تكون كومباوند كارسنت ترايز. يعني شلون احنا صنفناها او حكيناها بالمحاضره شلون الرايز اللي يكون هو اه معكر او يقول شلون الحكاكه اللي تصير بالتمن اسفل القدر فهذه كارسيند رايز فتكون طبقه صلبه قويه وتكون بورس نفس الوقت كارسيند رايز هولز قطع تكون متكلسه فهي كوجليت اكستريملي فاين بارتيكلز انتو لارج ريجيد بيرميبل فلوكيليت بارتيكلز هذه طبعا انه يصير كانه نقول كوجليشن فتكون اكستريملي فاين بارتيكلز من ناحيه السايز ولارج ريجيد بيرميبل فلوكليت بارت هاي كلها مواصفات هذا النوع من الفلتر ايد راح يضيفها من يضيفها لاي كيك موجود به وفيساعد بعمليه الفلتريشن فالسيرف فلوكينج انه يقول عنده القدره على الابزوربشن فهذا هم راح يضيف لك مو فقط بدلاله السايز بدلاله الأزورشن قد يخلصنا من بعض الانديزيرابل ميترز الفلتر ايد مي بي ابلايد هنا عمليه الابلكيشن اما تكون بري اور بودي ميكس تكنيك بري يعني الفلتر ايد نضيفه يعني suspended in the filter suspended the filter in liquid ما يذوب بي أكيد و recirculating the salary يعني راح نمرر خلال الفلتر ميديا ف until the filter is uniformly deposited on the filter على يعني على السيرفس مالت الفلتر ميديا في هذا الرسم هذا بدون ما نستخدم من الفلتر 8 نعم بوجود الفلتر 8 بريكود راح يتكون هذه الطبقة راح يكون عازل بين الكيك وبين الفلتر ميديا فينطي مواصفات جديده للكيك انه يبقى هو مستمر بدون ما يصير بيك كلوغينج حتى لو صار عليه ضغط ما يعني ما يكون هايلي يعني نون كومبرسبل هذا بريكورد بينما الاد ميكس يضاف بالاصل مع البودي ميكس البودي ميكس اللي هو دايركت اديشن اوف ذا فلتر, فلتر فيد يضيفونه بالاصل مع الفلتر فيد مع السسبنشن مع الماتيريال تو بي فلتر بالبدايه فمن يضيف يمر خلال الفلتر ميديا راح يكون هو ضمن ضمن الكيك فالرسم الاخير يوضح لنا همنا بريكوت نستخدمينه وهمنا بادي ميكس هذا اللون الابيض يمثل لنا الفلتر ايد فالبادي ميكس او الاد ميكس هذا يستخدمونه دائما بالباسك فارمسكال اوبريشن اللي تتعامل مع كميات قليله Often the filter aid performs its function not physically or mechanically, but chemically by reacting to the solid. إحنا حكينا قلنا الفلتر إد شو نريده نريده ايه يكون inert ما يتفاعل مع الليكويد وبي فلتر احيانا نريده يكون يشتغل فيزيكالي او ميكانيكالي لكنه بشكل عام بسبب التنوع الموجود بالفلتر وال والانواع مختلفه احيانا مثلا قد يصير تفاعل يصير بين الفلتر وبين السوليد يصير رياكشن مع الديبوز سوليد تنضاف مواصفات جديده solid فبشكل عام هذا يكون مسموح لكنه نقول الخط الاحمر غير مسموح به نهائيا انه يصير تفاعل بين الفلتر والليكود قد يصير التفاعل بين الفلتر ايد والسوليد ماكو اشكال لكنه احنا نقول افضليه قد انه اذا قد يصير تجمع الفلتر ايد بشكل فيزيكال او ميكانيكال افضل ما يكون عندي تفاعل بيناتهم لكنه اوفن قد يصير رياكشن بتوين ذا فلتر ايد اند ذا ديبوزيت فيغير من مواصفات الكيك يغير من بورستي مالتها وقدرتها على الريتيني لكنه في حاله صار تفاعل بين الفلتر ايد والليكود هذا يعتبر حاله غير مطلوب غير ايجابيه ويرفض او نقول ما يفضل اختيار هذا النوع من الفلتر ايد هذه التفاعل اللي راح يصير بين الفلتر ايد قد يكون بنسبه كبيره موجود. قد يسبب انه ذيس كيميكال مايكود ذا صوليد ديبوزيت ان ذا فلتر بيت تو ادهير مور سترونجلي تو ذا فلتر ميديا احيانا هذا التفاعل مثلا يسبب ادهيرنس عالي للفلتر بيت تو ذا فلتر ميديا وهذا طبعا مو دائما نفضلها احنا. الفلتر ريت ار توزن باي ترايل اند ايرور ان اذا اور بلاد اذا واحده من الدراو باك فور يوز اوف فلتر انه قد يصير فيها تفاعل مع الديبوزيت مع التفاعل هذا النوع من مستوى من التفاعل قد يغير مواصفات السوليد او بمستوى انه قلنا اذا تاثيره سلبي غير مرغوب به لكنه اذا ما تاثير سلبي ما غير من البورزيتي او الكمبرسبلتي اللي نريده احنا يكون نون كمبرسبل ما يعتبر نيجاتيف ساين لكن احيانا السبب انه هذا النوع من الفلتر قد تسوي ادهيرنس عالي بين الكيك وبين الفلتر ميديا فهذا قد تسبب او قد مثلا نقول ديلي اكثر او تقلل من الفلتريشن ريت فاذا الفلتر استخدامه حسب الكميه مالته حسب السايز حسب الشيب حسب الدنسيتي من خلال اند ايرور باللابريتري او بالبلانت هنا بلانت نقصد بها المعمل من خلاله يوصلون نقول الى الايديال فلتر ايد فمن الصعب احنا نقول نقول نضمن انه الفلتر ايد ما يتفاعل لكن احنا نفضل انه يكون انه طريقه التمركز مع الفلتر ايد الابلكيشن يكون فيزيكال او ميكانيكال نفضل يكون انرت باتجاه الليكويد لكنه احيانا يصير هذا التفاعل الموجود بين الفلتر ايد والسوليد فاذا صار تفاعل فالكيميكال رياكشن بين الفلتر ايد والديبوزيت سوليد يكون امنا حسب الكومبليكيشن مالته احيانا هذه الكومبليكيشن قد تسبب انه يصير اديرنس عالي بين الكيك وبين الفلتر ميديا بحيث الفلتر ميديا ما نقدر مثلا يعني ننظفها الكيك ما نقدر نقلل الثيكنس مالته فهذه تعتبر نيجاتيف ساين فور ذا فلتر ايد within the range previously indicated, the filter rate is usually selected. إذا اعتماد على المعطيات السابقة، فراح نختار الفلتر بحيث يعطينا acceptable filter rate at the highest flow rate. هم من rate acceptable، ما متغير لونه ما متغير مكوناته ما متغير طعمه كذلك الريت rate of filtration عالي. however in pharmaceutical operation in which quality is primary consideration, the selection is usually favors the fine grades which yield فبين الأنواع المختلفة من الفلترات يفضلون دائماً يختارون Fine Grade وهذا طبعاً الفاين جريد يولد Low Flow Rate هتش نوع من الفلترات اللي هي تتميز بالفاين Fine ناعمة من ناحية السايز مالتها دائماً ضطينا Low Flow Rate The most important particle factor is inertness يعني هنا إحنا نضحي بالسايز مثلاً باعتبار أنه فاين Particles وفمقابلها نحصل افشنسي عاليه بال نقول بالفلتريشن لكنه يكون الريت يكون قليل احيانا هذه يعني هو هي متناقضات بالفلترات بس هو جاي نقول الفلترات استخداماته يعني ما نضمن انه يكون دائما هو يدفع باتجاه زياده الفلتريشن اذا كان مثلا نقول نوع معين من الفلتريت اللي هو يتميز الكورز جريد هذا وحسب الكميه المستخدمه كميته مناسبه قد يزيد الفلتريشن ريت وقلنا اذا زيدت الكميه يعطي نتائج عكسيه كذلك السايز اوف ذا فلتر هم له تاثير على الفلوريد فحسب السايز ما نقول احيانا بعض السايز يعطيك فلوريد عالي لكن السايز الاخر فاين جريد قد يعطيك لا يعطيك لو فري لو فلوريد كذلك مثل ما الاماونت مؤثر بالفلوريد السايز اوف ذا فلتر كذلك مؤثر هم هنا نجي بعد ذا موست امبورتنت فارماستيكال فاكتور هو الانيرتنس اهم شيء عندي غير الاماونت وغير السايز والـ inertness او ذا filter aid مهمة جدا تحدد النوع المختارين من الفلترات. فالفلترات احيانا may have such extensive absorption properties that desired colored substance and active principles are frequently removed. بعض الانواع من الفلترات قد يمنع او يقلل من التركيز الكلرينج ايجنت او الأكتيف ماتيريالز اللي نحتاجها بالفلترات يأثر على تركيزها. فهذا يعتبر نوع من انواع الكيميكال Uh, incompatibility يعني هنا ما راح يكون inert راح يكون reactive the total quantity of any ingredient absorbed by uh, filter 8 may be small but it may be a considerable portion of the original concentration صحيح هي قد تكون قليلة لكنها قد تكون مؤثرة uh, بالتركيز الأصلي خصوصا في إذا أنا أتعامل مع تراكيز قليلة يعني إذا أنا أصلا أريد هو يدوب التركيز المادة الفعالة هو تركيز قليل مثلا أنا سيرب وبكمية قليلة من المادة الفعالة وعبرته خلال الفلترات سيستم يحتوي على فلترات وابزور جزء من اللون مالته او جزء من المادة الفعالة مالته اكيد راح يكون مؤثر وشكرا جزيلا